السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم علي الجودر من قناة فيش الجديد. وبإذن الله اليوم مثل ما وعدتكم في فيديو لفاح راح يكون عندنا طريقة طبخ سمكة الضلعة أو اللحلاح. طبعا راح نسوي طريقة فيش اند شيبس، وللأمانة أنا ما جربت هالطريقة بس طقتها من قبل وكانت لذيذة، فراح نعلمكم إن شاء الله الطريقة. ولازم نبتدي أول شيء نقصص السمكة، وطبعا الوقت ما عندي حق الغداء ف راح نوديها محل في عندنا في قلالي، وراح نقول له يقصصها لنا بطريقة الفيديو. طبعا في البداية تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك في القناة وتفعلون زر التنبيه للضرورة عشان يوصلكم كل جديد أول بأول. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله. طبعا هذه الأحجام ذوبناها تقريبا ساعتين برا الفريزر، وراح نشوف طريقة التقطيع. فأول شيء راح نوديهم السيارة، وهذا الاضلاع خليناهم بالصندوق راح نوديهم نقصهم. وصلنا المحل اسماك نجمه جلالي، وياه فيصل راح يقص السمك ان شاء الله. يبي يسوي فيليه هذا فيصل اليوم؟ فيليه؟ ايه. طبعا القصص مو موجود في المحل، راح يتاخر تقريبا ياخذ له نص ساعه، فمستغل وقت نخلص بعض المشاوير. ولكن تمنيت اني اصور لكم طريقه التقطيع، ولكن طريقه سهله يعني مو معقده في سمكه الضلعه. فاول ما يخلص راح نمر ان شاء الله وراح نودي الفيليه حق البيت ونشوف وياكم الطريقه. طبعا راح نسوي تخميره اللي هي هذه مكونه من الخردل المطحون وفلفل احمر ناعم وفلفل اسود وبودره البصل والثوم مطحون والملح والخل. كل هالمكونات خلطناها هني مع بعض، راح نحط فيها الضلعه ثنتين كل واحده في تشيس، وراح الحين نحط عليها التخميره والصوص قبل ان نطبخها. تشوفون هذه قطعه الفيليه اللي سويناها عند محل السمك. طبعا اكثر من قطعه، انا ثنتين سمكتين، كل سمكه لها قطعتين. الحين راح نقصصها قطع صغيره علشان نحط فيها او نحطها في التخميره. طبعا هذه الشكل بعد التقطيع على شكل مربعات صغار، راح ان شاء الله نقص بعد البرعه الثانيه. عشان اقول لكم هذه المنطقه اللي هي صوب البطن او المعده دائما يكون فيها عظم في القفص الصدري، اما هذه القطع اللي تكون في الذيل غالبا نظفناها من العظم. طبعا بعد التقطيع راح تغسلونه بماي حلو، غسلناه هناك، وحين راح نحطها في التخميره ونوزعها بشكل انه يضمن او نضمن الصوص او تخميره تصيد الفيليه. طبعا هذا الشكل النهائي حق التخميره، يفضل تخلونه ساعه الى ساعتين قبل الطبخه عشان الفيليه ذي يشرب الصوص ويكون طعمه ألذ ويا النكهه ذي. طبعا هذه هو خلطه المقسمات، نفس السوسات او البهارات اللي استخدمناها بس بدون الخل ويا طحين البقسماط. وهذه هي البقسماط جاهزه يبيعونها، هذا شكلها، وطبعا هذا الاستيكر مالها تحصلون نفس التنبوره او شيء كذي. فراح نحط ماي الحين مع الخلطه ذي، وبعدين راح نغمس الفيليه ويا هذه الخلطتين. طبعا ما تحلى الطبخه هذه الا مع الشيبس اللي هو فرنش فرايز، راح نسوي كميه منه وعلى ما نجهز الفيليه. الماي نحرك الخلطه هاي الاوليه، تشوفون شكلها راح يصير بهالطريقه. الطريقه كالاتي، خذنا هذا الفيليه نغطيه في الصوص، نسحبها كلا الجهتين، بعدها نجيبه في البقسماط، حاولون ندفنونه شوي هاللون علشان يمسك فيه، وبعدها تجيبونه تخلونه هني على الصحن قبل ان اقلي. هذه بصمات راح نقليه باذن الله، شوفوا شكله الحين يوع، خليه في الدهن. يا سلام اللي بعده، نمشي نبعدهم عن بعض. هذه هني يمدي واحده صغيره شوي،
طبعا صار له دقيقتين وقلبته ما تشوفون الجهة الثانية عشان تستوي من كل الجهات. عبرنا كمية حق العائلة. شوفوا شكلها يا جماعة هذا الضلع اللي ما حد يبيها. شيله طبعا مستوى حطه على الفينكس عشان الدهن ينزل منه. بالهاي شوي زيتها انا صارت غرام جير شوي اخف. حط اللي بعده وهذه صحن داري يفتر بعد راح اسوي لكم ديزاين حركاتي كذي. طبعا اول شيء عندنا العيش نعطيها لون واحده هي السلام. بعده بدنا هذه العصره الخشبيه ناخذ الضلعه نخليها كديزاين شوف مرتبه. هم هذه بعد سامحوني بيد واحدة نشتغل بيدي أحسن من يد واحدة وأنا أصور. وهذه بعد الثالثة. طبعا أهم شيء عندنا الشيبس خلي شوي هني وآخر شيء عندنا الحشيش. طبعا أعطيه رايكم ترتيب. اول شيء نبعث شيء الصوص الياباني يم يم صوص بطل الغرشة. هذه صحن صغير حق الصوص وعطى يم يم صوص. هذه الطريقة نكون انتهينا. هذا الشكل النهائي. هذه الشكل النهائي طبختنا فيلي فيشن شيبس الضلع مثل ما تشوفون شيء ترتيب وجميل. باقي نقص لكم داخل الفيلي تشوفون شلون شكله. يا سلام يا سلام شوفوا ما شاء الله شوف شلون استوت. طبعا طعم ولا احلى. طبعا لا تنسون ضغطوا زر اللايك وزر الاشتراك في القناه. واذا حابين هذه السلسله نكملها معاكم كتبوا لنا تحت الكومنت ونشوف رايكم علشان نجرب اسماك ثانيه وطبخات مختلفه. وتشوفكم على خير ومع السلامه.